وتنضم إلينا من بغداد عبر الهاتف الدكتورة ذكرى عبد الصاحب، عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. أهلا ومرحبا بك دكتورة. بداية، لجنة التظاهرات أكدت أن القوات الحكومية وميليشياتها تحاول اقتحام ساحة التحرير في بغداد من منافذ الجيلان والطيران والسعدون. ما هي التطورات هناك في العاصمة وباقي المدن المنتفضة؟ شكرا جزيلا. نعم، حاولت أن تقتحم واقتحمت ودمرت وكسرت وأحرقت. حقيقة هذه ليست المرة الأولى من هذه الاعتداءات. نحن اعتدنا على هذه الحكومة، حكومة إيران اللي هي ساكنة في منطقة الخضراء، يريدون أن يرضون أسيادهم، يريدون أن يبينون أنه هم على ولاء خالص لهم وأنهم يسمعون كل توجيهاتهم وينفذون كل أوامرهم. فهذه الهجمة هذه كانت من مو من بغداد، إنما من قم، لأنه كان الاجتماع مع المقتدى الصدر حول فض الاعتصامات وتخلية الساحات من المتظاهرين. فهذه المرة حاولوا، لكنه الحمد لله أثبت أنه العراقي إنسان وطني ويحب وطنه، وإنسان مناضل حد اللعنة، مناضل حد اللعنة، لأنه ذبحوا وقتلوا، أو أمس ذبحوا وذبح بالسكين على الجسر السريع محمد القاسم للمتظاهر. فيعني ايش تتوقع من هذه الحكومة يسوون؟ طيب، لجنة التظاهرات قالت أن انسحاب مجموعة قليلة لن يكسر ثورة تشرين. ما هي خياراتكم كمتظاهرين حاليا؟ عفواً، بس أول بداية السؤال. لجنة التظاهرات قالت أن انسحاب مجموعة قليلة من ساحات التظاهر لن يكسر ثورة تشرين. أنتم كمتظاهرين ما هي خياراتكم؟ نعم، ليس لنا خيار إلا التظاهر، إلا أن نزيل هذه الاعتصام الشريفة وهذه الثورة. نحن ما زلنا نرصد الثورة بهتافات وبأشخاص شخوص جديدة. يعني أرسلنا نداء لكل الشباب أنه تعالوا ارجعوا، ما شاء الله روح شوف الساحات. يقولون إحنا الشباب، يقول ما ننطي ولا ساحة، ما ننطي ولا. إضافة لهذا، العتبة الحسينية نزلت خيم جديدة، تبني خيم جديدة، يعني معناتها إحنا ما راح نتنازل، وربما يصير تصعيد أقوى بعد. إحنا قلنا هاي مرحلة أولى، وربما أكو مراحل جديدة راح تصير، أكيد بالتأكيد أكو مراحل جديدة. طيب، لأنه ما هم يدوسون علينا، إحنا أيضا إحنا بقوة ندفع أكثر للشوارع. طيب، حتى اللحظة وكالة رويترز أكدت استشهاد 4 متظاهرين، 2 في العاصمة بغداد وآخرين في الناصرية، وإصابة العشرات برصاص وقنابل الغاز التي تطلقها القوات الحكومية وميليشياتها، عقب يوم دام استشهد وأصيب فيه العشرات من المتظاهرين. التمسك بسلمية التظاهرات إلى أي مدى يعطيها أفضلية؟ حتى النصر، إلى حتى النصر نحن نبقى يعني متظاهرين سلميين حتى النصر، لأنه إحنا أخذنا عهد على نفسنا أنه إحنا لا نحمل السلاح ولا نظهر بالوجه البشع للإنسان، لأنه السلاح ليس للإنسانية، السلاح للبشاعة وللتخلف والدموية وللكره والحقد. نحن ناس نريد أن نبني، نريد أن نصنع، نحن نريد أن نصنع سلام، فكيف نحمل سلاح ونحن نصنع سلام وننادي بالسلام؟ نحن أصحاب السلام، نحن أصحاب البناء، نريد أن نبني وطننا، نريد أن يطلع الإنسان القاتل من عندنا. إحنا ناس سلميين، نريد نطلع الإنسان القاتل من بياناتنا، ما نريد إنسان معتدي علينا، معتدي على أي دم، ما نريد أي إنسان يسفك أي دم. نعم، حتى لو كان حيوان، مع احترام، ما نريد أي سفك دم، خلاص وقت الدم انتهى، إحنا شبعنا دم، شبعوا هذول القتلة بينا، امتصوا دماءنا سنين طويلة، يعني منذ حتى منذ الملكية ولا حد الآن إحنا على عبودية. الشعب العراقي دائما هو يعني عبد للأسياد اللي هم بيستغلون المناصب ويتأمرون بالإنسان العراقي. الإنسان العراقي مو إنسان سهل، الإنسان العراقي طاقة كامنة، طاقة يعني كبيرة، فكر، من كل شيء، خلق، من كل شيء. دمروا الإنسان العراقي بهذا الحروب، خلفوه للإنسان، منو أفضل من عندنا بالعالم؟ ليش هذه الناس طلعت صارت هي اللي بالمقدمة، صارت تصنع ومرتاحة وبلدانها يعني عبارة عن بلدان ثقافية، ويعني أصور حتى الثقافة إحنا تركناها، إحنا الناس الفنانين، إحنا ناس فنانين، ناس نبدع ونمثل ونشتغل ونبني حضارة ونبني تاريخ ونبني ثقافة.
بعد خلوا هاي انتهت من عندنا، انه احنا بس نريد نبني وطننا، بس يعني نقول نطلع القاتل من بياناتنا، هذا همنا انه نطلع القاتل من بياناتنا حتى نبني نبني ونشتغل ونبدا. طيب يعني نجد التصريحات الرسمية وقيادات الأجهزة الأمنية تقول أنها لا نية لديها لاستعمال العنف ضد المتظاهرين، في وقت نجدها تواصل مهاجمة المتظاهرين والثوار وبشكل عنيف، يعني ما هذا التناقض؟ يعني احنا اعتدنا على هذا الكذب، هي يعني حكومة كاذبة، هي أصلا حكومة وأدواتها كلهم كاذبين، يعني حتى رؤوسهم كاذبة، كلهم كاذبين. أمس قالوا مليون كذب، اصلا مطلعه مليونيه كذب، لانه بس المرتزقه الماجورين اجوا وانطوهم كل واحد 50,000 وغدوهم وعشوهم وجابوا لهم سيارات وطلعوا قسم من عندهم اصلا حتى انقلبوا عليهم. فهذول اتعلموا الكذب، ناس كاذبين. يعني تصور بالبرلمان يقعدون ما يطلعون بعض الاشياء للشعب، حتى شنو يمشون امورهم كلها بياناتهم، يكذبون يغطون على كل اشيائهم السيئه، على كل قراراتهم اللي هي ما بدها تخدم الشعب ولا بدها تخدم الوطن. هذول باعوا الوطن بالكذب بالحيله بالمراوغه، باعوا الوطن او حتى باعوا الدماء، لانه كل ما يقتلون ياخذون ثمن القتل والدماء اللي بيسفكوها من غير دول. طيب القوات الحكومية وميليشياتها اقتحمت ساحات الاعتصام في العاصمة بغداد والبصرة وعدد من المدن المنتفضة الأخرى، وارتكبت العديد من الانتهاكات بحق المتظاهرين. طيب ما هي دلالة توقيت هذا الهجوم حسب رأيكم؟ يعني القوات الحكومية هاجمت العديد من ساحات التظاهر في العاصمة العراقية بغداد والبصرة وباقي المحافظات العراقية، وقامت بالعديد من الانتهاكات بحق المتظاهرين. الوقت، ما هي دلالة التوقيت للقيام بهذه الهجمات؟ لا وقت لديهم، بأي وقت يجون يقتحمون ويروحون، يعني ما عندهم وقت معين ولا عندهم أجندة معينة، لكن هم اللي أجندة اللي عندهم أنه يصفون هاي السلاحات، يقتلون أكبر عدد من عندنا حتى يخوفون الشباب اللي منتفضين، يخوفون حتى يرجعون الباقين، يقتلون 4-5 من عندهم حتى يصير على اعتبار خوف للآخرين، لكنهم ما يرتدون الآخرين، ما يرتدون، لأنه يعني عندهم بداخلهم اكو فد وطنيه دا تدفعهم، اكو فد يعني هدف انه يدفعهم حتى يتظاهرون، لانه كلش تعبوا. احنا راهنا على امرين، اما الموت واما الحياه. طيب دكتوره ذكرى، يعني الامم المتحده وعلى لسان ممثله الامم المتحده في العراق جوهانس بلاسخارت ادانت قتل القوات الحكوميه للمتظاهرين، ووصفت الخطوات او خطوات مساءله المتورطين بقتل المتظاهرين بانها جوفاء. يعني هل هذا كافي من جهه امميه ومن جهه وتقارير المنظمات الحقوقيه، هل هو كافي لدعم الثوره؟ المفروض هي تكون لدعم الثوره، لكنه لحد الان ماكو اي تصرف من عندهم. احنا بدنا ننتظر الامم المتحده تعطي كلامها، انه يعني تتدخل بهاي التظاهرات، على اعتبار يعني هم يعرفون كل زين انه كل انسان ينقتل، هذه اصعب حاله، انه تصفيه الانسان اصعب حاله، وهم ما يقبلون انه اولادهم ينقتلون. يعني اي بلد يساعدهم، امريكا مثلا لو مات جندي امريكي يقلبون الدنيا، فكيف احنا عشرات دا يموتون من عندنا؟ فالمفروض احنا ننتظر من عندهم تحرك، لكن هم مجرد بس كلام فارغ وحبر على ورق، مجرد دعايات لهم حتى شنو يثبتون اماكنهم حتى ياخذوا الرواتب. يعني لحد الان ماكو اي تدخل، اي يعني ممكن هي تجي بالاخارتي هنا تقول لهم للحكومه يابا انتم. طيب من الشعب. عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدكتورة ذكرى عبد الصاحب كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.